قد يهمل بعض الآباء صحة فم أطفالهم نتيجة خوف الأطفال الفطري من طبيبي الأسنان ما قد ينتج عنه تسوس أو اعوجاج الأسنان أو حتى الفك لديهم عند الكبر، وكل ذلك يكون محصلة لجهل بعض الآباء للوقت المناسب لاصطحاب أطفالهم عند طبيب الأسنان. الروبورتاج لشيماء العلام وعثمان مواضيع. تبديد الخوف والقلق عند الأطفال من أصعب الأمور التي قد تواجه الآباء، خصوصا عند الزيارة الأولى لطبيب الأسنان. أنا سنيناتي في مملكة كنكون بجدي بومبو ونشوف علاش واش في ذكري ولا مقامة فيا. كنلقى شويه ديال الصعوبات، ولكن دابا كاينين اطباء مختصين في طب الاسنان للاطفال، وهما كيكون عندهم الطرق الخاصه بهم باش كيهدئوا الطفل. التهيئة النفسية واكتساب ثقة الطفل للتقرب منه من بين الحلول لخلق صورة إيجابية لديه. لابوغ بسيكولوجيك تدار مع الطفل بطريقة علمية وتكون ادابتي لكل طفل على حسب الشخصية ديال كل طفل، وبطبيعة الحال فاش يكون اون امبيونس ديال الجو ديال الأطفال تيحاولوا نتلائموا معاه ونعطيو الخاطر وباش تكون الطفل مرتاح ويتحيد الخوف ديالو مع الطبيب. خوف قد يقابله تأخر في اصطحاب الأطفال لدى طبيب الأسنان ما قد ينتج عنه إهمال لصحة فم الطفل التي تحدد في السنوات الأولى من عمره. السن اللي خاص يجي فيه الوليد عند طبيب اسنان الاطفال ملي يلاه تتبدا السنه الاولى تطلع، استادير ما بين 6 شهور حتى 10 شهور. الوغ هذه الحصه كتكون حصه تثقيفيه تيمشي بواحد ذكريات ايجابيه وتتكون واحد العلاقه سليمه مع الطبيب ديالو، وحتى من جهتنا حنا تنقدروا نديروا بيان سور علاجات وقائيه للحمايه من التسوس، وحتى الحمايه من مشاكل اعوجاج الاسنان اللي تنقدروا ندخلوا الى دخلنا في واحد السن جد مبكر كنتفاداو بزاف ديال المشاكل ديال التقويم. زيارة طبيب الأسنان ضرورة وليست خيارا للحصول على أسنان صحية مدى الحياة وعلى ابتسامة تعكس براءة الطفولة.